ها قد وصلت كتيبة الأسود للمربع الذهبي بين الأربعة الكبار، سيدهما المغرب ولاعبه من صناعة الدار بمدرب سيد زمانه وفارس أحلامه. لاعبوه أقل ما يقال عنهم أنهم فرسان على أرض الميدان، وسفير أحلام 40 مليون مغربي. زياش وسايس، أبكيا رونالدو وانصيري جعله في حيرة من أمره، وأكدوا مليا أن المستحيل والله ليس مغربيا. لم يستطع حتى سلم ريستر قياس الهزة الأرضية التي قام بها أبناء الرجراجي على الأراضي القطرية. أما عن دموع الإسبانيين فكانت لتصمد حرائق القبرص، وهيجان مشجعي البرتغال فكانت لتهاجر بشباب العالم الثالث إلى أوروبا. أما عن عاشقات الدون رونالدو فقد لبسنا الثوب الأبيض في تواجد أزواجهم. مغرب مغرب مغرب، نفديك يا مغرب، الله الوطن الملك. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيت بريس وتبرتجيو مع صحابكم.